مكانك يا خرطوشه ولا حرج. بابا الهرب مني هقتلها. لا يا خرطوشه لا بنتي. ايه يا خرطوشه هتقتل بنتك؟ انا حيالله جوز امها. لا دي بنتي انا ما تلبسش نفسك جنافه واللي عندك يا خرطوشه. انا خلاص مفيش حاجه اخاف عليها يا حضره الضابط. انا بتعامل زي برميل البنزين اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويولع في الكل. قلت لك اقف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضره الضابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوة هقتله. وتقتله انت ليه؟ مع انك البيعة دي الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشة؟ انا بعترف يا باشا. تعترف بيه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع باشا. انا عارف تاجر السلاح يا باشا. دراعك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. بتتاجر فين؟ في السلاح وساعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحارب انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص. خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت احسن ابنك ايدك عليت يا عم ولا حاجه. كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد؟ اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضلوا يا شباب. اتفضل يا فندم. المخزن جوه يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن السنديدي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيب كمان داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله اخر رجل يقدم رجله اخر رجل. انا جاله تليفون تليفون واحنا داخلين المأمورية. عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأمورية واديله تليفوني يبقى عايز. يا دي الكسفه. اه بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره ما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتاخرش عليا بقى يا حبيبتي. مسافه السكه بس انت بصير العروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام. مع السلامه. اقول لك ايه انا فرح اختي النهارده ولسه هنعدي على المدير وامي بتستعجلني. يلا. اه يا حس بالراحه يا حس. في ايه بس؟ اظبط لك التاني. لا خلاص يلا يلا. كبرت يا شاهين لو بقيتي عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي. ده انا الفرحة مش سايعاني النهاردة. ده اليوم اللي انا مستنياه من زمان. بس انا مش متعودة انك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم. وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم كل يوم؟ اه يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طعم. بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. يا ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طعم يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوه دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك جمبري كفته كباب. النهارده فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضله والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحم غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين.
ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرت يا جميلة ود. ياسمين. ياسمين والله كبرت ياسمين وتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا اصلي ياسمين اصلي. نعم تعالى. تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم يلا. طب ما ياخدوه حد حيشوا، ما تاخدوا راحتكم يا جماعه يعني، ده انا اخوك الصغير مفيش حاجه. معلش معلش تعالى هكلمك بره. طب هسجلكوا تاني. ايه بس في ايه يا ماما؟ ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شويه. انا هكلمك في البنات، ايه رايك؟ عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميله. طنط جميله مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده؟ انت عايزه تخلصي مني اوام اوام كده؟ لا يا حبيبي مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك؟ في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميله؟ ايوه. بصي هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامه كده بنت واعه. واعه؟ انت محلويه ليه بالقصه دي؟ ما تجيبي بص بص بصي، في بنت كانت واقفه على اليمين مش واعه، اخش اشوف ايه حكايتها واجي. مش واعه يا بنات. قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبه. يا فندم لا صعبه ولا حاجه، دي الحمد لله كانت شكه دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقه في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ لا يا سيدي، ناس تتهنى وناس تتضرب بالنار. بقول لك ايه، علمت على صاحبنا في العمليه الاخيره؟ كالعاده يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد اذن عليك ما تنساش فرح اختي النهارده، نطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. اشبعنا بقى يا باشا يوم فرح نفضت لي وما جيتش؟ يا سيدي بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازه الجايه ان شاء الله معتز. تقرير المأمورية هيبقى على مكتب معاليك بكره الصبح ان شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكره، اكيد النهارده بقى هتبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه. هو بصراحه النهارده هيبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر الف خيرك يا فندم، تأمرنا حاجه معاليك؟ شكرا ليكم. ربنا يخليك يا فندم. تعالي بيتك يا باشا. شكلينا رجاله، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. الف سلام. باشا ابو العروسه دي النيله. الحكومه. الو. ايه يا حسام قلقتني عليك، طمني عملت ايه في المأمورية؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي. هعمل ايه بس يا سلمى؟ كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه؟ خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون، وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظه كده غيرت الكرافته وعامل لي مسيطر وكوماندا؟ في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول، يسالنا انا. اشمعنى؟ لان في الموضوع ده انا قائد. قول خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه؟ اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها؟ ما هو ما انا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا ده معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله سكر زيك كده، عسل عسل. يلا يا يلا خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قرشة ملحة البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قرش ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرح يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها؟ ابوك مستقصدني في الروحه في الجايه. انت اللي مستقصده البيت؟ حرام عليكي يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جري يا سعيد، بنتي وبواعيها بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوعه عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح، انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش ما تقلع الساعه بتاعتك.
حاضر. انا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوه خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا شاهين؟ ازيك؟ لسه شويه. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. يا بختك عم ساهر. ايه رايك بقى؟ الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرح. انا مش عارف اليمامه دي هتتجوز اهلي بالطوب ده ازاي؟ طبعا مين يشهد للعروسه؟ شفتي؟ شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته، كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسين؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه، عشان نشيل حركه الخصم ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني، وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ تهدي مش كده؟ الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت اعصابي متوتره، انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يبقى انت اكيد بتهرج يا امان. ايه ده؟ انا مش بهرج، انا ومالك مالناش غيرك، انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحه؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضه زعلان. بطل دلع، تعالى. من راحة امان. سوري. طب اهبط. قولي ايه؟ استنى. هو احنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا انت ليكي راي تاني؟ لا مالي، بس هنروح الفرح، بطل شقاوة. انا ما صدقت ان ماما جايه تبات مع ملك. ده انت عامله حسابك ومرتبه كل حاجه اهو. يعني ما هي فرصه نخرج من غير ملك، امتى اخر مره خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك ايه، استنى بقى. عايزك تساعدني اختار فستان. عندك اوبا ده اتفك. عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين. روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. الو. ايوه يا حاج. اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، اجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل اهو، مصبعت حبيبه وشايل الهم والعك كله على دماغي ومحدش شايل فيا، وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهريه بتاعتك. هات هات هات. ده انت بجم يا ساتر. معلش يا ابني يا حبيبي، معلش، ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره غلنف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ هتفضل طول عمرك كده؟ ايش حال ما كنت انت الكبير وهو الصغير؟ هتفضل طول عمرك ليلك من نيره؟ لا ما انا ما بكرتش على قفايا وما اتكلفتش بكلمتين كده في التليفون. ازيك يا منير؟ عامل ايه يا منير وطمنا عليك؟ لا حبيبي، وطول النهار قاعد حاطط ايده في الساعه، وجي لي اخر الشهر عاوز المعلوم، عايز الشهريه. وهو بيقبض من جيبك؟ الله، ده مالي؟ مالي وانا حر فيه؟ انا لسه ما متش، انت عاوز تورثني بالحياه. بعد شر عليك يابا، معلش انا متعصب، بس زحمه الشغل وضغط الشغل عليا هو اللي خلاني بقيت البقين دول. لا تتجاهلك